موسى الشمري سيطر عليها، وقف عليها موسى، بيلعب لكرة في الجهة اليمنى، عبد الرحمن الشمري عرضية موسى، يا لعيب يا لعيب، هو موسى ودايما موسى هو اللي يشمر عن الأهداف، هو صوت العروبة، صوت فريق العروبة في هذا الموسم، هدافهم أخطرهم، من يصل بهم دائما إلى المرمى، هدف هدف بيوقف كنيدة، هدف بيرجع العروبة إلى المباراة، بيرجع العروبة إلى المباراة، الله.